أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن شعبنا في كل قرية ومدينة قريب منا، ونحرص على أن نكون قريبون منه، فما يربطنا بأبناء هذا الشعب علاقات راسخة تتوارثها الأجيال، وهذه الروابط شكلت ولا تزال الباعث للإنجاز الوطني. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من أفراد عائلتي البوري وحجير، حيث رفعوا إلى سموه خالص الشكر والتقدير على تعازي ومواساة سموه في فقيدة العائلة، مؤكدين أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قدوة في احتضان شعبه، ومواقف سموه لا تنسى، وما حرص سموه على التواصل مع المواطنين في أحزانهم وأفراحهم إلى مثالا على ما يقرب سموه من المواطنين والشعب. وخلال اللقاء أكد سموه ضرورة العمل من أجل أن تستمر قيم التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، لأنها سمات تمثل جزءا أصيلا من طبيعة المجتمع وتكوينه، ويجب الحفاظ عليها كونها المعززة لقوة المجتمع وتعزيز قدرته ومنعته في التعامل مع التحديات. وقال سموه: إن قيم التواصل تشكل نهجا بحرينيا أصيلا توارثناه عن الآباء والأجداد، وعلينا التمسك به بالشكل الذي يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية ويعزز من التماسك بين أبناء المجتمع الواحد. وقد رفع أفراد عائلتي البوري وحجير خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التعازي في فقيدتهم، دعين المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ويرعاه ويديمه ذخرا لهذا الوطن وشعبه.